مشكله غاسيه؟ شو مشكلته بفهم انا؟ انا ما ادري، المشكله من المدرب، ما ادري من اللاعبين. المدرب بادي بتشكيله غلط، اذا ملعب النصاري وين تبي تفوز؟ القادسيه مع احترام النادي الكويت كنا قاعد يلعب ضد ريال مدريد، ترى ما قاعد تلعب ضد ريال مدريد، 11-11، ليش خايف؟ اضغط على اللاعب، اضغط على الخصم تاكله، واضحه وسهله. ما ادري ليش الخوف هذا. اذا الخلل تقول من المدرب؟ الخلل اعتبره من المدرب وبعض اللاعبين، لان في اخطاء عندك في بالنص ومن النصاري والاساس المدرب. ممكن يعدل شوط ثاني؟ تو الناس ترى شوط الاول هذا. شوط الاول على وشك النهايه، الحين اذا قادسيه ما حط شو اسمه؟ جول؟ اذا ما حط جول الشوط الاول قول للاسف باي باي. للاسف والله. نهائيا يعني ما في مجال. الا بحاله واحده على اللعب هذا اليوم بالشوط الاول، اذا طالع تعادل انا اعتبر فايز بثلاث نقاط من الاخر. الحين القادسيه يدور تعادل مع الكويت؟ للاسف للاسف. قبل كنا ندش ثلاثه اربعه ونطقم ونمشي، الحين كيف الاول تحول وانقلب ثاني؟ هذا وضعنا والله العظيم، كيف الاول تحول وانقلب ثاني؟ هذا وضعنا.